لقاء حصري مع الفنانة مي عز الدين في عربود، واللي معروف عنها انها ما بتعملش مقابلات كتير. لقاءنا كان معاها شيق جدا وصرحت خلاله عن حاجات كتير، كل ده هنعرفه منها في اللقاء الحصري اللي جاي. أشكال كتير متنوعة من الشخصيات اللي لعبتها مي في مشوارها، وقدرت إنها تحجز لنفسها مكان وسط نجوم الدراما، وده بفضل تميزها في اختيار أدوارها وكمان نوع العمل الدرامي اللي بتشتغل فيه، وده اللي أكدته في مسلسلها الجديد الرسائل. كل ما بقدر أغير نوع المسلسل كمان ياريت، مش مجرد تغيير كاركتر بس. بحب المسلسل ده قوي، يا رب الناس تحبه على قد ما انا بحبه. لاخر مره هقول لك بالادب ابعد عني. تكلفه انتاجيه كبيره لمسلسلها الجديد من حيث اماكن التصوير الخارجي الكتيره، وده الشيء اللي اخر عرضه في موسم رمضان السابق. حركه قوي البطله الحقيقه، لفوا بقى في الشوارع طول النهار، بياخد وقت في تصويره عن المسلسل اللي فيه لوكيشنز كبيره، وانس انك خلصتيها تعتبري خلصت المسلسل، بس انا صممت ان انا هخش بالورق ده مش هدخل. أنا بحب المخرج اللي بيحب الدراما، ده رد مي عن سؤالنا ليها في سر تعاونها الدائم مع المخرج إبراهيم فخر. أنا بحب المخرج اللي بيحب الدراما وأداء الممثلين معاه حلو، بيهتم بالممثل مش الممثل مجرد أداة مكملة لشكل الكادر بتاعه. ممكن تخلوني أطلع وأشوف جوزي لو سمحت. الغريب ان فكرة عدم ظهورها الموسم السابق ما لقاهاش، بالرغم من انها مقلة جدا في ظهورها امام الكاميرات الا من خلال اعمالها، وده لاهتمامها الدائم بحياتها الشخصية. مهما الناس حبتك ومهما كان ليكي جمهور، تخليش الناس تزهق منك. اللي يعرف مي في حياتها الشخصية من الافضل ما يكونش معاها في اللوكيشن. الشخصية الحقيقة بومة في اللوكيشن والله العظيم. ما بحبش حد يبقى اتعرف عليا وانا بصور، انا باخد الشغل جد زيادة عن اللزوم، علشان انا لما بهزر وبلعب ببقى العكس 180 درجة. مستعد اعمل اي حاجة عشان تحس ان الحب اللي بتحبيه ده في حد بيقدره. اي حاجة اي حاجة اي حاجة اي حاجة بس كده. لكن بالرغم من ده إلا أنها كانت في زيارة مؤخراً لزملائها الفنانين في لوكيشن كارما. كنت بعمل حاجة جنبهم شغل، خلصت وقلت عادي عليهم هم جنبي، ده اللوكيشن الوحيد اللي أروحه لأن كل اللي فيه صحابي فعلاً. لما بكون قدام المايك والناس بتكلم دي أكتر حاجة بتبسط.